ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه 3 كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام، فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. الصوف. هكذا فرغت. أوبس، سأذهب من هنا. بركة، ايقظ نفسك. لماذا البرد شديد؟ السؤال هنا لماذا لا يشعر جائع بالبرد؟ لأن لديه كل هذا الصوف الرائع كي يدفئه. لابد أن يصنع القليل لنا. يصنعه فقط عندما يكون خائفا أو متحمسا. أنا لا أصدق ما أرى، إنه ديناصور السجاق. اهربوا! أهرب ماذا؟ أهرب أهرب، إنه هنا. عد إلى النوم يا جائع، إنك ترى الكوابيس. لا ديناصور سجاق. لكن صوفي وعدتيني بأن نشارك في مسابقة التزحلق. بعد عبور هذا الجليد والاطمئنان على سكان الجرار، من يعرف كيف سيتأثرون بالبرد؟ يمكننا أن نكون أبطال المدرسة في المسابقة. أوه، أنا عالمة يا فريد، لست رياضية، لدي أمور أهم بكثير. والآن أحفظ، أعتقد أننا أوه أوه رفاق، لا تخافوا، نحن هنا. صباح الخير يا صوفي. أهلا فريد. رفاق، أين جائع؟ اختبئوا جميعا، ديناصور السجق هنا في مكان ما. ماذا؟ لا شيء أفضل من التنزه في الجليد لتنشط التشابك العصبية من أجل دورة متعقب الجرار. ما هذا؟ شانغ! سيدي، سأنظف المكان، ارتكبت خطأ بسيطا. لا لا، إنه ممتاز. لا أصدق أنكما تخيفان جائع بقصص ديناصور السجاق لتحصل على صوفه. كنا نحاول أن نتدفع. هل فكرتما في فعل هذا؟ نحن آسفان يا جائع، هل ستسامحنا؟ ليس أنتما من يجب أن يسامح، أنا السبب في كل هذا. مكتوب أنكم تحصلون على طبقة شتوية عند التعرض للبرد. إبقاءكم في بيئة محكومة أوقف نمو هذه الطبقة. رأيتم؟ إنه خطأ صوفي. والآن فلنتدرب على التزحلق. التزحلق، أحب التزحلق. تزحلق تزحلق تزحلق. لا تعرف ما هو التزحلق، صحيح؟ ربما أعرف. أخبرني ماذا تعتقد أنه التزحلق؟ انظر واندهش. الماء بارد جدا هنا في القبو. سيتحول الماء إلى ثلج في لمح البصر. ترى، الآن انظروا إلى هذا، راقبوني وأنا أقوم باللف الثلاثي. انظروا. واو واو واو. كنت تقولين إن هذا خطأك، لماذا؟ إنه أفضل متعقب سكان الجرار، متنقل ومنيع وأنيق. ما رأيك يا تشانغ؟ ويبدو ثقيلا. أين أجلس؟ لن تجلس يا تشانغ، ستتشبث. قد يكون ثقيلا بالفعل. هل أعطيتني دفعة للبداية؟ هذه حماقة. موضوع برنامج النجاة اليوم هو تعريضكم للعناصر لا تدفئتكم بالملابس الدافئة. جائع، تعرض، القبعة صغيرة. اهدئي يا صوفي، سيحصلون على كل التعرض الذي يحتاجونه. عند البحيرة. أين مسابقة التزحلق؟ كنت أعرف، أنت مهتم فقط بالمسابقة. وما الخطأ في ذلك؟ انظري إلى حركاتي المدهشة. أنقذوني، النجدة! حركات مدهشة بالفعل. بالمناسبة، المسابقة على الجانب الآخر. الآن هل يمكننا أن نركز على العلوم و... كان يجب أن أتوقع هذا. حسناً، هيا افعل. شانغ، لقد التقط شيئاً، قد نكون اقتربنا. من قوة! هذا الصوف سبب التشنج، هل تعرف معنى هذا؟ يجب أن تبتعد عن الصوف. لا، لابد أنه لواحد من سكان الجرار أصحاب الصوف. علينا فقط أن نتبع هذا الخيط، وسأمسك بهم في يدي. هيا يا تشانغ. يا فتى، فات أوان الاشتراك في المسابقة. هل تمزح؟ فانتهي المتسابقة الأولى، تقدم عرضاً منذ 40 دقيقة. رائع، لنسجل أسماءنا. إيه، أنت معي في صف التاريخ. أنا اسمي... ماذا تظن نفسك فاعلاً؟ سأفوز في المسابقة. نعم، نريد أن نشاهد فريد يقوم بأشياء مدهشة على الثلج. هل نسيت أمراً ما؟ تحتاج زميلاً في التزحلق، وأنا لدي أمور أهم. حسناً، جائع زميلي. جائع مستعد. من أين حصلت عليه؟ لا تسألي. وماذا حدث لشعرك؟ النمو الشتوي. أعرف ما الذي يجري هنا يا صوفي، تخشين أنك ستبدين مملة بجانبي. جائع، دورك. انتظر، يحتاج جائع تنورة. أعطني حذاء التزحلق. تريدين تنورة أيضا؟ جائع لديه 2. لا أعرف لماذا تحمل هذه البطارية الثقيلة التي تعطلنا. حسناً يا تشانغ، أبهرني بعبقريتك. كيف ستشحن جهاز تعقب الجرار؟ لست عالماً، وإلا لاستخدمت محرك جرافة الثلج. تشانغ، لا تكن أحمق. انتظر، هذا أفضل بكثير. صوفي، تعرفين كيف أبالغ أحيانا فيما يتعلق بمهاراتي. هذه من تلك المرات. حقا، لم أكن أعرف هذا. راقب وتعلم يا أخي الصغير. هيا بنا. تذكر، وجه أصابع قدميك. احترس يا فريد. هل أنا وحدي من يرى صوفي أبرع من فريد؟ إنها مثل أميرة جميلة. جائع يبدو أفضل في التنورة. تشانغ، بل لقد نجحت. الآثار تقود إلى هناك. إنهم بالداخل، لنتزحلق على الجليد. يمكنني فعل هذا، الأمر سهل. صوفي. لا أصدق، إنه بروفيسور منتفخ. مل، ماذا علي أن أفعل؟ هذا الثلج مزلق للغاية. يجب أن نوقظهما. باركا. ها؟ المشاح. بالقوة. شكرا يا تشانغ. الآن أين هم؟ سكان الجرار ذو الصوف. هاي، أعجبناهم، وأنت حقا رائعة. أوه لا، لقد اختفوا إلى الأبد. هذا خطأي أنا. هلا عدنا إلى المنزل. أنتم بخير، وظهرت طبقة الشتاء عليكم. نعم، حصلت على طبقة جديدة. هيا بنا، أتشوق لكتابة ملاحظاتك في الكتاب. هي جائع، بمثل هذا الشعر يمكننا تكوين أفضل فرقة موسيقية. فرقة، ما هي الفرقة؟